لم يعد الكثير من مرضى القلب والدماغ بحاجة ماسة إلى السفر خارج العراق بعد أن باتت الكثير من العمليات المعقدة تجري داخل البلاد، ومنها في مركز القلب المفتوح بالنجف وعلى يد كوادر عراقية متمرسة وبأحدث التقنيات الطبية، ولمرضى من جميع محافظات العراق، ومنها عمليات كبرى ومعقدة في القلب والدماغ أجريت مؤخرا في المركز دون تداخل جراحي. من العمليات اللي تجرى في الوحيد هي أم دم شريان الأبهر البطني، تقريبا تجينا من معظم من كافة أنحاء العراق. عمليات التداخل القسطري للدماغ حوالي 80-90% المركز مغطيها، زائدا اللي هي التشوهات الخلقية الوريدية الشريانية بالدماغ، فهذا النوع حصرا كان 100% يعني خارج العراق في الهند أو في بيروت أو في عمان. فالحمد لله يعني جرينا 4 عمليات وكانت الحمد لله نسبة نجاحها يعني 100%. بعض العمليات التي تحتاج في العادة إلى تداخل جراحي لفتح القلب أو الدماغ بات بالإمكان إجراؤها قسطاريا وبأجهزة حديثة، ومنها عملية زرع الصمام الأبهر قسطاريا والتي لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة. عملية زرع الصمام الأبهر عن طريق تداخل القسطاري اللي تسمى بالإنجليزي تافي، العملية اللي الوحيدة اللي تجرى في مركز النجف ولا تجرى في أي مركز آخر بالعراق. فتح الصمام وزرع صمام بديل عن طريق التداخل القسطري عن طريق فتحة بالجلد، كل العملية ما طولت يمكن حوالي ساعة. الكثير من هذه العمليات كانت تجري سابقا خارج العراق فقط وبمبالغ عالية، إلا أن تواصل المركز مع الجهات الطبية العالمية مكنه من إجرائها واختصار الجهود والكلف على المرضى العراقيين. إجراء هذه العمليات المعقدة والصعبة والتي كانت تجرى خارج العراق وتجعل المواطن يدفع تكلفة أكثر في سبيل الحصول على مثل هذا الإجراء. ورغم قلة إمكانياته يخطط مركز القلب المفتوح لتدريب الكوادر العراقية مستقبلا لزيادة قدرتهم على إجراء العمليات محليا ولمنع سفر المرضى إلى خارج البلاد. ورغم قلة الإمكانيات تصر الكوادر الطبية في مركز القلب المفتوح بالنجف على تقديم خدماتها للمواطنين وملاحقة آخر التطورات العلمية في مجال جراحة القلب. راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف.